السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية من العراق تبين أن المهدي هو الرسول المقصود بسورة ياسين، وأنه سيرجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الإسلامية. الرؤية كالآتي: بعد السلام قال أخي رأيت في المنام أني ذاهب للحج، وإذا رجل فتح له باب الكعبة ودخل، وقلت من هذا؟ أكيد رجل مهم. فتبعته ونظر داخل الكعبة، وإذا بهذا الرجل واقف على سبورة بالحال كأنه معلم. ونظرت للطلاب وإذا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جالسين، ورجل يشرح لهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله مبتسم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا يأس. استمر وعرفت اسم هذا الرجل، اسمه يا وسيم. انتهت الرؤية، إن كانت عامة فسرها، إن كانت خاصة الله أعلم بها، وجزاكم الله خير. أنا بالعراق سني، نسأل الله السلامة والعافية لكم. الرؤية واضحة، دخول الكعبة وبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الأربعة الخلفاء، وهذا قاعد بيعلم الخلفاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم، وإنه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا سين، يعني الله أعلم، يا سين إنك لمن المرسلين، اللي هي بتدل على المهدي عليه السلام. أنتوا عليه أحباب الله، وهو الخليفة اللي رايح يرجع الخلافة إلى منهج النبوة. والله أعلى وأعلم. الله جعل الذين استمعوا وقال فاتبعونا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.